من بين ورق جوا كتاب بلمح جواب فاكره أنا إحساس قديم يملاني شوق وأقرأ جواب من كام سنة من بين ورق جوا كتاب بلمح جواب فاكره أنا إحساس قديم يملاني شوق وأقرأ جواب من كام سنة بفتح لقيت كلمة حبيبي اللي ابتديت من عندها ونقوش تدور بين السطور لحروف تقول فين حبها بفتح لقيت كلمة حبيبي حروف تقول فين حبها وده كان زمان والحب كان تعدني إحساسي القديم تعدني بين السطور تسهر حروف ملت عذاب عايزة تبدل بعضها عايز جواب كان السؤال بتحبها بطوي الجواب على حبها وانسى سؤال بتحبها يرجع يعود تاني الجواب ويقعد مع قلبي اللي داب بطوي الجواب على حبها تعبني إحساسي القديم.